بظهور نادر ومفاجئ، نشر الممثل السوري وائل شرف على صفحته الرسمية عبر انستغرام صورة جمعته مع طفليه، ومن الواضح انه تم التقاطه بمكان تصوير مسلسل باب الحارة الشهير واللي ادى فيه شخصية معتز، وقد ارفق بتعليق قال فيه: مساء الخير يا حبيب، هاي اول صورة بنزلها لليمار وجود، الله يخلي لكم اولادكم وحبيبكم، هاي الصورة من اخر يوم تصوير بباب الحارة الجزء السابع. وقد انقسمت آراء المتابعين فيما يتعلق بالشبه بين الفنان وطفلي، وفيما لم يظهر وجه الصبي بشكل واضح رأى بعض هؤلاء أن الطفل بتشبه والده إلى حد كبير. واللافت من بين التعليقات اللي وردت أسفل الصورة أن البعض شبه نجم باب الحارة للفنان المصري تامر حسني. وكان وائل شرف قد عايد زوجته بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة إلها على صفحته الرسمية عبر انستغرام، علق عليها بالقول: كل سنة وانت سالمي، أجمل وأرق امرأة بالعالم، هذا اليوم من أجمل الأيام بحياتي، أسأل الله أنه يسعدك ويهنيك وتضلي فوق راس لمار وجود ومنور البيت يا أحلى خلود. وكان المخرج السوري محمد زهير رجب قد استغرب ممن يروج لعودة الممثل وائل شرف إلى باب الحارة عبر الجزء 11 بشخصية أبو شهاب، نافيا الموضوع جملة وتفصيلا، وصرح لموقع الفن: نص مكتوب وجاهز ولا يوجد أي دور له، وبحال عاد مثلا فإنه سيعود بشخصية العقيد معتز وليس بشخصية أبو شهاب، كما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن أن هناك خطأ ما بكل تأكيد، وربما نشر البعض الخبر من دون التأكد من صحته لأن التحضيرات وصلت إلى مراحلها النهائية ولا يوجد شيء من هالأمر. من ناحية أخرى، الجزء الجديد من باب الحارة من تأليف مروان قووق وإخراج محمد زهير رجب وبطولة عدد كبير من الممثلين، منهم نجاح سفكوني ونضل الرواس وزهير عبد الكريم وصالح الحايك وسحر فوزي ورنا الأبيض وزهير رمضان وأمية ملص وسوسن ميخائيل وحسام تحسين بيك ونزار أبو حجر وعلي كريم وهدى شعراوي ومحمد الشماط وأيمن بهنسي وغيرهم، أي نخبة كبيرة من الممثلين السوريين. ولا شك أنه هالعمل على مدار سنوات كان عم يلاقي نجاح كبير، فهل بجزء الجديد رح يلاقي أصداء إيجابية مثل اللي قبله؟